الحديث عن أو مراقبة هذا المشهد، هل ترى فيه أي تطورات سوى استمرار القصف؟ يعني هناك تطورات صحيح أن القصف الهمجي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية والشجر والحجر كذلك الإنسان في قطاع غزة، لكن هناك تطورات على مستويات مختلفة، منها التحولات في الموقف الأوروبي وإن كانت ضئيلة نتيجة ما يشاهدوه من عدوان واسع ومن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، منها الرسائل المتعددة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بالأسرى أو المعتقلين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. لم نعد نستخدم مصطلح الأسرى أو الرهائن لأنهم هم معتقلون كما يعتقل المواطنين الفلسطينيين أو تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين، هذا من جهة. وبالتالي تحدث هذه الإفراجات بين قوسين المتكررة لحالات إنسانية، تحولات على المشهد داخل إسرائيل تظهر أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بمواطنيها وهي تريد فقط الانتقام والقتل البشع للمواطنين الفلسطينيين. في دول الاتحاد الأوروبي بدأنا نسمع عن مناطق آمنة لم نكن نسمع عنها، وصول الغذاء والدواء وأيضا محاولات لوجود هدنة إنسانية على سبيل المثال في الوقت الذي كانوا يذهبون مباشرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي والدعم اللامتناهي للحكومة الإسرائيلية وخاصة من الرئيس الأمريكي بايدن والإدارة الأمريكية. اليوم هناك تحولات لكن بطيئة، وهي تحتاج إلى تسريع من خلال قوة الضغط الشعبي في هذه الدول على الحكومات. الأمر الثاني أن الأطراف الفلسطينية تعمل حتى الآن بشكل متكامل بغض النظر عن مستويات هذا التكامل أو مستويات التناغم في هذا التكامل، لكن على الأقل هناك سعي حثيث من كل الأطراف الفلسطينية على اختلافها لوقف إطلاق النار، سواء على المستوى السياسي بالتحركات السياسية أو بالتحركات الشعبية في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات الفلسطيني أيضا، وكل يعمل بهذا الاتجاه. لكن ما زالت الحكومة الإسرائيلية وجيشها يرغبون بالانتقام لما أحدثته صدمة 7 أكتوبر الجاري في مسألة الجيش الإسرائيلي ومكانته في المجتمع الإسرائيلي. هذه البقرة المقدسة لم تعد مقدسة لدى المجتمع الإسرائيلي، وبات في هناك نقاش حول عدم قدرتها على حماية حدود إسرائيل وعدم قدرتها على توفير الأمن للإسرائيليين. والأمر الثاني بات هذا المخلب الاستعماري الموجود في الشرق الأوسط غير قادر على مواجهة التحديات. إذا لم يستطع أن يواجه تحديات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كيف سيواجه ما يتعلق بحزب الله وكذلك في إيران أو إذا نشبت حرب إقليمية أو معركة إقليمية؟ لذلك شاهدنا التسارع الكبير للدعم العسكري الوافر من قبل الإدارة الأمريكية، بل أن هناك مستشارين عسكريين أمريكيين اليوم ينصحون كيفية التعاطي مع العملية. الأمر الثالث وأن الإدارة الأمريكية أيقنت اليوم أنه لا توجد لدى إسرائيل خطة أو أهداف محددة يمكن العمل عليها لهذه المعركة والحرب. القضاء على حماس تدرك الإدارة الأمريكية وحتى قادة الجيش الإسرائيلي أنه غير ممكن، على اعتبار أن هذه حركة لها جذور شعبية ووطنية في فلسطين، وهي من الحركة الوطنية الفلسطينية بغض النظر عن الأيديولوجيا التي تحملها. وبالتالي إضعاف قدرة حركة حماس على الحكم ممكن، لكن هم يعلمون بأن الحروب الماضية والعدوان الماضي في 2014 وقبله في 2008 و9 و2012 لم تضعف حركة حماس أو على الحكم في قطاع غزة، ولم تجعل فارق بين الحاضنة الشعبية بين المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية المسلحة، أي لم تستطع إزالة هذه الحاضنة. لذا الإدارة الأمريكية بدأت توقن وتؤمن وتدرك بأن إسرائيل ليس لديها خطة واضحة لكيفية التعامل مع هذه المعركة، لذا طالبت في أكثر من فترة بتأجيل المعركة البرية لأن هناك خسائر كبرى
ستحدث، وضحايا كثر من قبل الفلسطينيين، من قبل الفلسطينيين، لكن ايضا خسائر بشريه وماديه، وفي صوره اسرائيل العسكريه امام المجتمع الدولي. هذا لا ترغب به الاداره الامريكيه حتى الان، الا ان الحكومه الاسرائيليه مصره، او جيش الاحتلال الاسرائيلي مصر على الذهاب لمعركه بريه للحصول على صوره انتصار على جماجم الشعب الفلسطيني. وماذا عن القناعات الإسرائيلية؟ هل تقرأ المشهد بنفس الكيفية التي تقرأها بها الولايات المتحدة؟ في الحكم وفي الإعلام، أو في الإعلاميين الإسرائيليين الذين يحضون على الاستمرار بالقتل، وهؤلاء أغلبهم هم يتبعون للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات. لكن انظري على سبيل المثال، هناك تحركات بدأت فيما يتعلق بأسر المعتقلين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من أجل تحريرهم وإنهاء معاناتهم، وطالب البعض منهم بإنهاء معاناة جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذا قد يتفاعل، وما رأيناه من صور لإفراج لبعض المعتقلات الإسرائيليات في قطاع غزة، أعتقد أنه سيحدث تأثير واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، في ظل عدم الاكتراث رئيس الحكومة والجيش الإسرائيلي للمعتقلين الإسرائيليين داخل قطاع غزة. هذا سيتفاعل. ثانيا، أن هناك أيضا حركة واسعة في المجتمع المدني لمحاسبة نتنياهو ومطالبته بتحمل المسؤولية عن الفشل. هناك في قضية في المحكمة لإحراق، أو مطالبة عفوا المستشار القضائية بالتحقيق إذا كان مكتب نتنياهو قد حرق بعض الوثائق المتعلقة في 7 أكتوبر. هناك أيضا مطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، والتي يرفض نتنياهو حتى الآن إنشائها أو التعامل معها، ويريد لجنة تحقيق حكومية أي تحت سيطرته. هناك تفاعلات داخل المجتمع الإسرائيلي تتبلور، ما كنا نسمعه سابقا من قبل الإعلام ومن قبل فئات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي في اتجاه الذهاب للثأر والانتقام من قطاع غزة. بدأنا نسمع بعض الأصوات للتريث، لاتخاذ إجراءات مختلفة، ليست فقط المعركة والحرب والقتل هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة التي خلقتها العملية الواسعة والعبور الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023. طيب، يعني في سير، يعني أو في خضم متابعة سير يعني العمليات العسكرية، أين أو هل بات من الممكن الحديث عن مستقبل لعملية السلام؟ 7 أكتوبر غير المفهوم الرئيسي لدى الدول الغربية، على الرغم من دعمهم المتواصل لإسرائيل فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، وبات أكثر إلحاحا للموضوع السياسي. انظر ما يقوله الرئيس الأمريكي بشكل مستمر، أنه لابد من تحول سياسي أو تغيير سياسي أو الحل السياسي. وهنا أعتقد أن 7 أكتوبر سيكون له تأثير كبير على طريقة تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل ما بعد الحرب طبعا، من أجل الحديث السياسي ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وهذه ورقة قوة كبيرة للفلسطينيين، لأنه المجتمع الدولي أدرك اليوم أكثر من مما كان سابقا يدركه، أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في تكرار موجات المواجهة والعنف الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وما لم ينتهي الاحتلال الإسرائيلي ستبقى هذه الحالة قائمة. الأمر الذي يتطلب من أجل حفظ الأمن والسلم في المنطقة وكذلك في العالم، أن تتدخل الدول الغربية وغيرها لإنتاج عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي في أجال محدودة، وألا تبقي الاحتلال الإسرائيلي أو المفاوضات كما جرت حتى منذ عام 93 إلى اليوم دون فائدة ودون أن تكون إليها نتائج. العالم اليوم سيذهب لأن يكون هناك أطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق خيار حل الدولتين. أحد الأهداف بعيدة المدى لهذه العملية، وإن لم يذكرها محمد الضيف في خطابه الأولي، هو ما يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لأنه سبب الأزمات وسبب تصاعد العنف وسبب
ضعف الأمن أو اختراق الأمن الإقليمي أو تهديد الأمن الإقليمي في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن الاحتلال أفشل كل ما يمكن أن يكون لديه نتائج إيجابية على المنطقة، سواء في عمليات التطبيع التي اكتشفت العالم العربي بأن إسرائيل لا تأبه كثيرا للاتفاقيات مع الدول العربية، وهي تريد اليوم تدمير كل ما تم الاتفاق عليه سواء في كامب ديفيد أو في وادي عربة أو في اتفاقيات أبراهام، من خلال طرحها لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة كمرحلة أولى، وربما تهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن كمرحلة ثانية، على اعتبار أن الصراع بين الفلسطينيين صراعا وجوديا، وأنه لا وجود للفلسطينيين في هذه المنطقة وفقا لمفهوم الحكومة الإسرائيلية